حبايبي الحلوين، كل عام وانتم طيبين وفي الخير دايما عايشين. انا موني وكل الناس بيستنوني، دايما تلاقوني محتار وانتم اللي هتساعدوني. كل يوم عندي حكاية جديدة وفيها معلومة مفيدة، انا عليا المعلومة وانتم حل الفزورة. فكر شارك. يا فتحة يا فتحة، خلاص عرفتك وعرفت العالم اللي وضعك انت واخواتك على الكلمات. كنت عارفة انك هتبحث وتلاقي، وعرفت بقى ليه العالم الجليل وضعنا فوق الحروف ولا؟ لا معرفتش، بس عرفت ان وضعكم على الحروف في عهد الخليفة علي بن ابي طالب، وساهم في تأسيس علم النحو. طيب يا راجل يا عجوز، دور على السبب واعرف ده العلم نور. العجوز محتار للمرة التانية، مين فيكم هيساعده في ثانية؟ ساعد العجوز وارسل إجابة السؤال